أيوب سبوعي مخرج، عندي ماستر أوديوفيزيوال، صاحب شركة كريازيف اللي اليوم هي اللي دارا لو تورناج ديال ليفينمون ديال لا ريجيو مسائل. كنديرو دي فيديو كليب، خدمنا مع فنانين مشهورين في الساحة الفنية في المغرب، خدمنا إشهارات ديال شركات كبيرة معروفة، شركة اتصال ديال اتصالات معروفة، وخدمنا لي تورناج ديال لي فيستيفال، خدمنا اون في تو سكي أوديوفيزيوال دو أ زد. تعاملت مع موس ماهر، تعاملت مع سعيد سناجي، تعاملت مع فنانين اخرين. الحمد لله هادشي كيجيب مجهودات جباره، وبيان سو كنقولوا في المثل المغربي ديالنا من جد وجد وما زرع حصاد. هادشي جا من بعد فورماسيون كبيره، وجا من بعد مجهودات جباره باش وصلنا للشعب. الحمد لله هادشي اللي وصلنا ليه اليوم. بيان سو انا جو في سا باغ امور. لا ملي كنت في الكوليج، ملي كنت في الليسي، كنت عارف راسي شنو كنت باغي ندير من بعد. ما كانش عندي مشكل ديال انني ابخي الباكالوريا باش نشوف لي زيتود سوبيريور ولا نفكر. انا ديجا كنت ديجا باسيوني بلا فوتوغرافي، كانت عندي اباري فوتو وانا مازال صغير، وملي كبرت مشيت في الميدان والحمد لله كندير هادشي حيت انا كنبغيه. دكوغ عندنا يون باج ديالنا انستغرام اللي هي كريازيف. لا سوسيتي كانت في الاول سوسيتي ايزي برود، دابا هون الستاسيو ديالنا كريازيف، حيت كريازيف كنديرو فيها تو سكي كرياسيون كرياتيفيتي، وكنديرو حتى ليفيمونسيال اف في الاخر، لا كريا كرياسيون كرياتيفيتي ا زد اللي هو ايوب زنبوي اف ايفيمونسيال. ايزي برود اللي كانت في الاول كانت مختصه غير في لا برودكسيون غير في السينما، وهذا اليوم درنا السوسيتي اللي جات شامله كلشي. الله يكبر بيك، الله يكبر بيك. حنا كيخدموا معنا قصد معايا اون ايكيب بروفيسيونيل، الدراري جاولنا الله يعطيهم الصحة تبارك الله عليهم، وبهم باش الشركة واقفة بيان سور، بلا بهم ما كاين والو. نتمنى إن شاء الله نكونوا ديما عند حسن الظن ديالهم، ومرحبا بهم معنا، ومرحبا بنا عندهم في أي وقيتة وفي أي مناسبة، وحنا كنحاولوا نبينوا لي زيفينمون ديال الناس ونبينوهم بأحسن صورة وبأحسن حلة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.